ان شاء الله الباش انس يوم فتح مارس بهذا الثمن ديال التسعيره ديال 6 دراهم. وطبعا النشاط البطاقه راه ما عنده علاقه مع ثمن الرحله، ثمن الرحله هو اللي ب 6 دراهم. ومن الاحسن تشرى هذيك لاكارت اللي كتبقى صالحه 5 سنوات، لان كتفادى هاد اليوم. حنا كنا غادي ندوزو النقطة ديال أننا نوحدو لاشا ديال لاكارت، لأن عندنا 15 درهم في الدخان و 30 درهم في الحافلة. إن شاء الله في الدورة ديال ماي غادي نصلحو هاد الإختلافات اللي عندنا ديال التسعيرات مع لي مع لانتيغوبيغابيليتي. غادي خصنا ضروري أون ميتو أبلا و نعاودو الأثمنة مانا اللي بقا نصلو على أن أنا جوج. بعدك في لو كونطرا مع الزا يستيبول كو ان 2025 كاين واحد 0.5 سنتيم اوبليغات، ماشي حنا في يعني ماشي في ماشي راها ملزمان هادي 0.5 درهم، هادي ملزمه راه كاينه في التعاقد هذا في العقود اللي درنا.